لو سمحت عاوز اعرف من الدكتور كيف اتعامل مع شخص عنده اضطراب ثنائي القطب، ثنائي القطب، وهل ممكن التعافي منه نهائي، وما هي اسبابه وعلاجه؟ نعود بقى نعرف ايه هو مرض الثنائي القطب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. من اشهر الامراض الاضطرابات الوجدانيه، من اشهر الامراض النفسيه مرض ثنائي القطب ده. هو ثنائي القطب لانه بتيجي نوبات اسمها هوس، وساعات تيجي بعدها نوبات اكتئاب او العكس. يا سلام. يعني يا هوس واكتئاب. يجي ناس يجي مره نوبه اكتئاب يحس ان الدنيا سواد خالص باعراض الاكتئاب اللي احنا عارفينها، اتكلمنا عليها قبل كده، كمان شويه ممكن ننوه عنها. تمام. بس عايزين نقول على الهوس اللي هو اول اعراضه عدم النوم، واحد ينام ساعتين ويبقى عنده طاقه بتاعه فيل، طاقه ما شاء الله هايله جدا. يعني ما يبقاش مجهد. ما يبقاش مجهد، وبعدين يبقى المحبس بيفك بقى، فرامل بتفك، يقول اي كلام في اي وقت ويعمل اي حاجه، يعني يفقد العقل، يفقد قدرته على التحكم في سلوكه وافعاله يعني، والكلام بتاعه، وبيبقى فيه من الطموحات بقى ما شاء الله ملوش اي علاقه بالواقع. وساعات تيجي هلاوس بقى قويه جدا، يشوف انه راجل عظيم جدا وتمام التمام، او ست ما حصلتش، او نبي من الانبياء. لا كويس. الفرامل بتفك والعقل بيذهب خالص. لا حول الله. ومن الحاجات الشهيره قوي ان الناس بتصرف فلوسها في الفتره بتاعت النوبه، نوبة الهوس، بتكلم على الهوس، وليه كذا درجة. يعني حضرتك تقصد بيه يصرفوا الفلوس لأن المحبس مفكوك، فيصرفوا اللي قعد 20 سنة حوش فيهم 10,000 جنيه ولا 10 مليون دولار، يصرفهم كلهم في كام يوم، أي كلام، أي حاجة، ويقولوا أي كلام ملخبط، وساعات يجي لهم هلاوس سمعية وبصرية. ودايما الاضطراب في التفكير بيجي في اتجاه إن أنا قوي وإن أنا جميل وإن أنا أقدر أعمل وأعمل مشاريع. البدايات وإنها قلة النوم، يعني أول حاجة قلة النوم وسرعة الكلام. يعني المرض في أدناه ثم المرض في أقصى. يبتدي كده بقلة النوم، نوم قليل جدا يعني 3 ساعات 4، ويقوم نشيط جدا. ده مش حاجة كويسة. لا خالص، لأنه بيقوم بيتحرك على الأرض تحركات قليلين. في ناس بيناموا 3 و4 ساعات، بس دول قليلين قوي. عدتوا خلاص، عارفها قليلين. وبعدين عايز برضو أذكر أنه في، وقعت كده على ورقتين ثلاثة أبحاث يعني مؤخرا، الناس بتتكلم على أهمية النوم والتبعات بتاعه قله النوم السيئه على صحه الانسان، وبيحددوا بقى، بيميزوا الاعضاء بتاعه الجسم. يقول لك قله النوم اول ما بتاذي جهاز المناعه مثلا، دي حاجه كارثه يعني، بتعمل اضطراب عصبي شديد جدا جدا، بتاثر على اتخاذ القرار. قله النوم بتاثر على الانفعال، بتجيب قلق وتوتر شديد قوي. يا محمود بيه، في المعتقلات احد اساليب التعذيب اسمه سليب ديبريفيشن، يفضلوا مصحيينهم كل ما يجي ينعس مية عليه ومش عارف يعمل زمارة يعني، كل ما يغفل كده يروح مصحيه. بعد كده ده يتجنن. فما بيقدرش يتحكم في نفسه خلاص بعد كده. ده في الانتريجيشن اللي هو بيسألوه يعني، صحيح الاستجواب والحاجات صحيح. دي فادي قله النوم المصاحب اللي خلينا عشان الساده الكرام ياخدوا بالهم منها. هو عكس الاكتئاب، الاكتئاب يحب النوم يعني والبعد عن الناس، وان انا ابقى في حالي مش عايز اتعامل مع حد، وافضل في السرير طول النهار والليل وعايز نفسي اموت. الهوس العكس، ده انا نفسي اعيش قوي واعمل مشاريع واسافر كل حالتين. ليها اشكال كتير. الشكل الكلاسيكي منها انه ممكن تيجي نوبه هوس وبعدها بست اشهر او سنه تيجي نوبه اكتئاب. ساعات تيجي نوبتين هوس ونوبه اكتئاب، نوبتين اكتئاب ونوبه هوس. المهم انه بيتشخص اول ما تظهر نوبه هوس. يبقى الحالات شرحتها دلوقتي. اسمه اكتئاب ثنائي. حتى الاكتئاب لما يجي بعد الهوس اسمه اكتئاب ثنائي، لان احنا بننتبه جدا واحنا بنعالج الاكتئاب. لانه لو ما خدتش انا بالي من ان الاكتئاب ده اكتئاب ثنائي القطب مش اكتئاب احادي القطب، واديت مضادات اكتئاب قويه، ممكن المريض يدخل في نوبه هوس بسببي. تمام. ولذلك وانا بعالج الاكتئاب الثنائي القطب بيبقى له تركيبات دوائيه مختلفه عن الاكتئاب الكلاسيكي العادي احادي القطب. واضحه دي عشان الساده الكرام ساعات ما ياخدوش بالهم. يا ساعات عنده اكتئاب يقول لي طب اديني مضاد اكتئاب، ليه بتديني قرصين دواء او ثلاثه؟ وبعدين في ناس تحب تمشي بدماغها، ليها علاقه بالشخصيات بقى. يقول لي لا انا هاخد ده بس يا ابن الحلال، ما ده ممكن ياذيك. ياذيني ازاي؟ لا انا عايز اطلع من الاكتئاب وخلاص. مشكله كمان الهوس ده انه اللي بيجي له نوبه هوس قبل كده بيفضل كتير قوي من حياته يتمنى انها ترجع تاني، او يقول لك المود اللي انا كنت عايش فيه كنت مبسوط قوي، لانها اكن حد شارب منشطات. هو بيعرف بعد يعني لما بيخف.
لا يعني لو الانسان في لحظه الهوس لا. هل هو مدرك؟ لا، لو دخل في النوبه يخرج منها خالص. لما يخرج منها بيفتكر اللي حصل، ممكن يفتكر الفتره الاولانيه منها، بس اللي كان بيحصل، الاحداث اللي كانت بتحصل داخل النوبه ما يتذكرهاش بعد العلاج.